احلى حاجه في عجينه اللازانيا هم حاجتين بالظبط، اللي هما الصوصات، اللي هو صوص البشاميل وصوص البولونيزا. لازم الاتنين دول يباتوا في التلاجة قبلها بيوم عشان يديك التستنج اللي انت عايزه. يلا بينا على الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة طيبين. طبعا النهاردة هعمل اللازانيا، بس بتتعمل بكذا طريقة زي ما متعود كل الأكلة بتتعمل بكذا طريقة. طبعا اللازانيا في ناس بتسلقها بعد ما بتعملها، وفي ناس ما بتسلقهاش، وانا من ضمن الناس اللي انا مش هسلقها، بس هنكتر البشاميل بتاعها شوية، ونخلي البشاميل بتاعها سخن، ونخلي درجة الفرن أرتح حاجة خالص عشان تستوي معايا كويس جدا، وما استعجلش عليها عشان تستوي معايا. فنشوف هنعمل لازانيا ازاي. وقبل ما نشتغل متنسوش تدعموني على قناتي يوتيوب رامي سعد محبوب، واشوفكم ان شاء الله مع اللازانيا. طبعا متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناتي يوتيوب رامي سعد محبوب. طبعا جبت كوبايه دي واحده، مش هكتر عن كده. وطبعا هحط معاها 3 بيضات، بس هفصل بياض البيض عن صفار البيض. طبعا عندي كمان حوالي نص كوبايه زيت زيتون. لا، مش هستخدم نص كوبايه، هستخدم 3 معالق او معلقتين من زيت الزيتون للعجينه بس. جبت العلبه اللي هعجن فيها، جبت طبعا الدقيق والبيض، بس هحط صفار البيض، مش هحط بياض البيض عشان يديني اللون اللي انا عايزه. طبعا انزل بحوالي معلقتين او 3 معالق من كبار من زيت الزيتون. وطبعا مش هنسى اقول لكم ان انتوا تحطوا ملح، حطوا ملح عشان خاطر يظبط معاكم العجينه، بس ما تخليهاش حاده قوي، خلي الحوديه او ظبط الملح يبقى في البولونيزا، صوص البولونيزا او في البشاميل. طبعا خليت عندي العجينه مفرفره الاول، بدات انا افرفرها زي نظام الكسكسي كده لو تفتكروه، بعد كده لحد ما اصبحت معايا كتله زي ما انتوا شايفين كده. عجينة اللازانيا لازم تبقى ناشفة جدا، ما تبقاش واخدة مية خالص ولا واخدة بياض بيض. ممكن تديها بيض عادي، بياض بيض، بس هتبقى ايه، مش هتبقى كده تحس ان هي كده لذيذة الا لما تديها صفار البيض عشان تبقى ناشفة معاك قوي. طبعا ممكن كل كيلو دي مثلا تديله حوالي معيار من 3 4 5 بيضات من صفار البيض عشان تبقى ناشفه معاك. لو عجنتها بالعجانه هتعرف تتحكم بالسمك بتاعها وتعرف تظبط معايا. طبعا نقول مثلا كيلو كيلو دقيق، مش هنقول لو انت هتدي صفار البيض يبقى هتدي حوالي 7 بيضات من الصفار او 8، لكن لو هتدي الكيلو دي بيضه كامله يبقى تدي الكيلو دي 4 5 بيضات كاملين عشان تبقى معاك ناشفه جدا، وممكن تتحكم بيها في اثناء العجن. طبعا انا بحب اعجن عجينه اللازانيا لسببين، او اي عجينه بحب اعجنها على ايدي لسببين. او سبب ما عنديش العجانه، وكمان ما عنديش الفراده، فطبعا اذا اصبح ان انا بقدر ان انا اتحكم بالعجينه زي ما انا عايز. زي ما انتم شايفين كده عجينه اللازانيا حرفيا يا جماعه لازم تبقى زيها زي ورق السمبوسك او الجلاش، تحاول انت تفردها على قد ما تقدر. طبعا انا بدات انا افردها واقطعها بالشكل دوت، ومش هنزل طالما انا مش هسلقها في ميه، فلازم اخليها رقيقه خالص. فطبعا كترت صوص البشاميل. طبعا بعد ما خلصت وبدات ان انا اخلص وخلصت عجن، بدات انضف مكاني وابدا احط المقادير بتاعه البولونيزا. طبعا جبت كزبره حوالي معيار معلقه او معلقتين كزبره، ربع معلقه ونص معلقه قرفه، مع معلقه من 7 البهارات، ومعلقه من فلفل اسود، ونص معلقه سبايسي على حسب الرغبه. وطبعا صوص البيستو ده اهم حاجه، في صوص البشاميل وصوص البولونيزا، وعندي التشيز بتاعتي اللي هو جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، ممكن تحط جبنه رومي بس عادي برضه. وطبعا عندي نص كيلو لحمه مفرومه قوي، وعندي صوص طماطم طبعا كان عندي بايت جدا هو وصوص البشاميل، كنت عامله ومركنهم في الثلاجه عشان يديوني القوام اللي انا عايزه. طبعا بدات انزل بتحميص التوابل في الزيت على الحلة، بدأت بعد كده أنزل باللحمة المفرومة بتاعة البولونيزا. عشان يا جماعة أهم حاجة في الاتنين دولت إن اللحمة تكون متتبلة كويس، وأهم حاجة الصوص الطماطم وصوص البشاميل يكون كويس جدا، يكون لازم يكونوا بايتين عشان يديك القوام اللي أنت عايزه. صوص البشاميل إحنا عارفين إحنا بنعمله إزاي، وأهم حاجة صوص البشاميل يكون واخد صوص ريحان أو صوص بيستو زي ما أنتوا بتحبوا تسموه. طبعا نزلت طبعا وانا دافع على التسويه، نزلت بصوص الطماطم زي ما انتم شايفين كده، ولازم
صوص الطماطم يكون بايت في التلاجة عشان يدي لك طعم حلو. طبعا وادي صوص البشاميل عشان يخلي الصوص او يخلي شكل البولونيزا زي اللون البينكي، لو عارفين اللون البينكي. بدأت انا اقلب البشاميل مع صوص البولونيزا مع اللحم مفرومة لحد ما اصبح بالشكل دوت، واقلبه تقليبة برضو عشان خاطر كله يتجانس مع بعضه، ولازم اخليها تبرد في التلاجة على قد ما تقدر عشان ما تبوظليش تيستنج العجينة. طبعا جبت الطاسة الزهر اللي انا هحط فيها العجينة واللي انا هعمل فيها اللازانيا، وجبت كمان صوص البولونيزا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وجبت كمان اللازانيا. بصراحة عجينة اللازانيا انا كنت حاططها في الفريزر، ولازم تحطها في الفريزر عشان ما تعجنش معاك وتمسك في بعضها، وتحط بين كل طبقة وطبقة معلقتين دي او معلقة دي، او تعفرها حتى بدي عشان خاطر ما تمسكش في بعض. بدأت بالشكل دوت ان انا ابدأ ان انا اقطع العجينة، طبعا عشان خاطر انا كنت هعملها في حلة او في صينية كبيرة معذرة، فرجعت في كلامي وبدأت انا اعملها في الطاسة الزهر عشان الطاسة الزهر تبقى حلوة في الحاجات اللي هي الجريتان وحلوة في اللازانيا. طبعا بعد ما خلاص بدأت انا اقطعها، بدأت احط بين كل طبقة وطبقة معلقتين او تلات اربع معالق من الكبار من صوص البولونيزا اللي هو اللحمة المفرومة من كل طبقة وطبقة. بدأت ان انا اقطع كده براحتي خالص، وما تقلقوش من التقطيعة كده، التقطيعات دي كلها مع التسوية تصبح كلها قطعة واحدة بس. طبعا قبل اي حاجة، وبدأت اكرر طبعا الموضوع دوت على حسب الطبقات اللي انا عاملها. ما تنسوش تدعموني على قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب، يوصل لكم كل ما هو جديد. طبعا بدأت انزل باللحمة، وبعد كده نزلت باخر طبقة من اللازانيا. عارفين يا جماعة، لو فاضل حاجة من عجينة اللازانيا ما ترميهاش، بل بالعكس استخدمها في حاجات تانية كتير، زي ممكن تعمل منها تسلق منها مثلا مكرونة، ممكن تعمل منها مكرونة فوتيتشيني، ممكن تعمل منها مكرونة شرايط عادي زي ما تحب تسموها. وبصراحة يا جماعة كترت في صوص البشاميل عشان خاطر يدي تسوية معايا في عجينة اللازانيا. في ناس ممكن تنزل باللحمة المفرومة وهي سخنة على عجينة اللازانيا عادي، مش هقولك مش وحش، بس لازم تتأكد من اللحمة المفرومة وصوص البشاميل ان هما يدوك القوام اللي انت عايزه، يبقوا نفس درجة حرارة عجينة اللازانيا عشان خاطر ما تعجنش منك وتستوي قوي. حلاوة عجينة اللازانيا اللي هي لازم تبقى ماسكة نفسها وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه عندي في الفيديو ده. طبعا كترت في البشاميل قوي عشان خاطر انا بحبها في مليانه بشاميل، وبحبها كمان ان هي تبقى مستويه شويه. طبعا حطيت البشاميل، وبعد كده حطيت الجبنه، وبعد كده دخلتها في الفرن، وده اللي طلع معايا. ده كان شكل اللازانيا بعد ما عملتها، بصراحه كان طعمها حلو قوي وكمان مستويه. نصيحه مني قبل عشان ما نطولش، خلي النار بتاعتها هاديه، وطبعا انا مكتر البشاميل زي ما قلت لكم عشان بحبها تبقى البشاميل بتاعها كتير شويه. ممكن ما تكترش البشاميل على حسب، طبعا دي طريقه عمل اللازانيا، ممكن تحطها في ميه وتسلقها قبل ما تنزل بيها على حسب ما انت بتحب. صراحه حبيت ان اعمل لكم الطريقه دي، فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على قناه يوتيوب رامي سعد محمود، مستني رايكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا زي ما انتم شايفين دي وهي سخنه، بصراحه كانت رهيبه وهي سخنه، والاحلى من كده ان هي لما باتت في التلاجة اكتر وكانت بارده كان طعمها حلو قوي. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.